تجي على اجهزه فحص المدمن او المتعاطي ياخذون هذا الشريط مالت الحوامل وهذا ما يعطيك نتيجه ليش هذا التقصير الحكومي الى تفسير والمخدرات بالعراق تحولت الى ظاهره احنا عندنا نوعين عندنا الرابيد تيست الرابيد تيست هذا مشكله الرابيد تيست لان قد يكون احد خطيه مو متعاطي يطلع متعاطي عنده فوس نيجاتيف وعندنا فوس بوزيتيف الفوس نيجاتيف يعني انت واحد متعاطي او يعني وطلعته قلت له ما عنده شيء والفولس بوزيتيف معناه كل شيء ما عنده خطية اتهمته فهذا المفروض انت من يطلع عندك فولس نيجاتيف او بوزيتيف اذا انت عندك شك تروح على الفحص التوكيدي اللي ينطيك سبيسيفيك او سنسيتيف 100% وهذا لحد الان ما متوفر بشكل كبير جدا اليوم مثلا الكثير من النواب من القاده يذهبون الى امور أنا اشوفه بوجهة نظري شعبوية بأنه خلينا نجري فحص لكل الفئات نجري فحص ماكو شيء ماكو دولة بالعالم تجري فحص شامل الدول في العالم أده سواء كان طلاب سواء كان ناس فحص عشوائي دوري تشك بمن تشك بهم عندك فحص السياقة ما يخالف فحص بعض الجهات الأمنية ما يخالف هذول يتعاملون بس أنت مو تجي تقول لك أنا أريد أفحص لي 30 مليون من 15 سنة وفوق صحيح انه مو صحيح واحنا بالاحصائيه بالتاتا طلعت بانه نسبه المتعاطين بين ال 15 لل تقريبا 34 اكثر من 60% متعاطين لا 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 يعني اللي قضبوهم اللي القوا القبض عليهم اي اللي القوا القبض عليهم نسبه المتعاطين اللي القوا القبض عليهم خمس يعني اعداد كبيره تقريبا 16000 واحد خلال الستة أشهر الأولى طلعوا نسبة من هذول 60% اللي هم بعمار شاب بعد احنا بال 2021 تقريبا كان حجم الكميات المضبوطه من المخدرات طبعا بكل انواع المصنعه والطبيعيه تقريبا 800 الف كيلو يعني اقل من طن 800 كيلو العفو بال 22 صارت تقريبا طن و شوية تعرف الستة أشهر الأولى أو السبعة أشهر الأولى من 2023 كمية ثلاثة طن هذا ينطيك مؤشرين مؤشر إيجابي ومؤشر سلبي المؤشر الإيجابي بأن القوى الأمنية تقوم بجهود فاعلة لإلقاء القبض على المتاجرين وعلى هذه الكميات الكبيرة بس المؤشر السلبي أخطر بانه هاي الكميات كلها بدها معناها بانه اكو فلتان واكو تسيب وانه هاي المواد بدها بشكل كبير جدا، يعني انت لازم تناقش كل الامرين مو بس تجيب تقول هذا ايجابي انا قبضت كميات، بعد انت هاي الكميات منين جت؟ واحنا هسه نقول ما عندنا تصنيع، مو صحيح؟ معناها كلها جت من خارج الحدود معناها اكو ضعف امني في مراقبه الحدود ومثل ما قلت بانه بدها تدخل كميات كبيره جدا.